علاش هذا كله؟ على شنو؟ على شنو هذا كله؟ شنو تبوا؟ لوين تبوا توصلوا؟ لوين تبوا توصلوا؟ هنتونا ودلتونا وكرهتونا في حياتنا ومرمطتوا بكرامتنا الارض وخليتونا ما نسوا حتى حاجه. تقسما برب العزه ما انا مسامحينكم. قسما برب العزه ما انا مسامحينكم. حناخذ منكم حقنا في الدنيا وفي الاخره. وعند الله تجتمع الخصوم. ويا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم من يوم غدوه. في النهايه اني وانت وهو وغيره وغيره شبر، لكن عند ربي حيبان، عند ربي حيبان. انتو درتوا طلعت علينا يا بابا وقلت هادو اللي طالعين مظاهرات في 23 ماخدوش تصريح من الدوله باش ان هم يطلعوا ياخذوا يديروا مظاهرات، وانتم من اعطاكم التصريح انكم انتم اعطاكم الموافقه انكم تمشوا تتكلموا باسمنا توا. مين قال لكم نحن مازال نبوكم؟ خلاص 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 طفح الكيل، لان احنا وصلت عندنا لحدها. دورة دورة المية، قصوا المية شوية، يقولوا كاهية فتحوها على طرابلس. زغرتي يا عزة والله، فتحوها على طرابلس. شنو هالحقد على ليبيا كلها وعلى طرابلس بالأخص؟ شنو هالحقد وهالغل وهالهم هذا كله؟ ضيعتونا ضيعتونا. ربي ياخذ فيكم الحق، ربي ياخذ فيكم الحق. ونقول لك حاجه بس، اللي تديره في الغالي رخيص تلقاه في الغالي. احنا عمرنا ما كنا سوء، وعمرنا ما كنا نرضوا ان اولادكم وعائلاتكم يتبهدلوا، لكن يا داير يا لاقي. وزي ما قلت لكم، عند الله تجتمع الخصوم، وسلام على من اتبع الهدى.